هذا باكج بحظ المدريديين. يلا حظ المدريديين يلا. واو يلا من تشكيلة الموسم. واو 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 يا سلام. يلا حضر المدريديين من مدريد يا سلام. 91 حظكم قوي جدا يا مدريديين. السلام عليكم. مثل ما تشاهدون لدينا العديد من الباكيجات، 27 باكيج سنفتحهم في هذا الفيديو. وكالعادة أول باكيج نفتح هو باكيج المعاينة. يلا بسم الله على بركة الله نبدأ. يلا من باير ليفركوزن بورخا إغلاسياس، إن شاء الله يطلع لنا لاعب من لاعبي فريق الموسم. ما عليكم سوى بمشاهدة الفيديو للأخير، أنصحكم بذلك. أوكي سنقوم بفتح هذا الباكيج اللي فيه 3 لاعبين ونختار لاعب واحد زائد 80. يا ربي يطلع لنا لاعب من لاعبي الموسم. يلا بسم الله على بركة الله. هذا حظي. يلا نفتح هذا الباكيج على بركة الله. ليتس جو. لاعب النصر نوبروزوفيتش. يلا مين معاه؟ يا الله. يلا بسم الله على بركة الله. يا رب. يا الله. من انتر. اتشيربي اتشيربي. يا الله هذا حظي وانا اعرفه. يلا بسم الله. اوكي فتاة، الظاهر انها فتاة يا جماعة. اوكي لا من لاتسيو، لويس ألبرتو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا اللي بعده بسم الله. أرجنتين ليفربول ماك أليستر. يلا باكيج مكون من 12 عنصر في 6 عناصر نادرة. يلا بسم الله. فرنسي مبابي. الآن دخلنا في الجدي. بسم الله على بركة الله. حزمة لاعبين ذهبيين نادرين زائد 80. بسم الله على بركة الله. تركي شا من بورنموث. هذا أول مرة أسمع به هذا لاعب بورنموث. إينيل. يلا حزمة لاعبين ذهبيين زائد 78. يلا بسم الله. بلجيكي عرفته يا جماعة الخير، إنه ميرتينز. يلا حزمة لاعبين اثنين ذهبيين نادرين. يلا بسم الله. كريستنسن. هذا هو حظ البرشلونيين يا جماعة، مع العلم أنني لست برشلوني. قبل ما نكمل في تفتيح الباكيجات، لا تنسوا اللايك، اشترك بقناة وتفعيل زر التنبيهات، خاصة اشترك. يلا اشتركوا الآن. ويلا بسم الله. حزمة لاعبين ذهبيين نادرين زائد 78 على بركة الله. يا رب. أرجنتيني مانشستر يونايتد مارتينز. بعد جدي يا بروزوفيتش. مجددا زائد 78. يلا إنجليزي برينتفورد. ينو توني. أوكي هذا زائد 75. حزمة 5 لاعبين. واو. يلا بسم الله. سويدي فتاة يا جماعة، من الأخير فتاة. يلا باكج 5 لاعبين زائد 80. بسم الله على بركة الله. يا رب. إنجليزي ار دبليو مانشستر سيتي. من هذا؟ باكج بحظ المدريديين. يلا حظ المدريديين. يلا واو يلا من تشكيلة الموسم من بورتو. واو 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 يا سلام. يلا حضر المدريديين من مدريد اصلا. هذا كان لاعب لمدريد بيبي. يا سلام 91 حظكم قوي جدا يا مدريديين. اتوقع انه الباكج اللي بعده ما راح يطلع شيء جيد. يلا بسم الله. مانشستر يونايتد فتاة. اوكي الان حظ البرشلونيين من الاخير. حظ البرشلونيين. يلا لا لا من ريال مدريد. يا حظكم يا حظكم كامافينجا. حظكم يا برشلونيين ريال مدريد، دائما تخرج فيكم ريال. بحظ البرشلوني طلع لي لاعب من ريال مدريد، شيء عجيب جدا والله. دعونا لا نضحك يا جماعة الخير، خلونا نعطوهم فرصة ونفتح باسم البرشلونيين. يلا حزمة لاعبين زائد 81. يلا كرواتي. لا يطلع مودريتش. يوفنتوس. اوكي كوستيتش. حظكم سيء جدا يا برشلونيين. يلا نجرب حظ ريال مدريد. يلا بسم الله. يا رب. ارجنتيني سي بي من بنفيكا اوتاماندي. يلا بسم الله. الباكج كم تبقى لنا؟ 10. يلا نفتح هذا بسم الله على بركة الله. ايطالي ارسنال يورجينيو. يورجينيو اكيد. يلا بسم الله. لم يتبقى ولا شيء. بسم الله على بركة الله. نفتح هذا الباكج ان شاء الله راح يطلع باكج رائع.
راح نلعب مباراة ثم نعود إلى فتح الباكيج. يلا قمنا باسترداد مكافأة أسبوعية. أوكي يا جماعة، هذه التشكيلة التي هنلعب بها أول مرة منذ انقطاع دام لعدة أشهر. يلا بسم الله نبدأ على بركة الله ونشوف المستوى نتاعي، إذا أنا صح الشيكور الفيفا هنا يا فيتزير ولا النوب تاع الفيفا فيتزير. مثل ما تشاهدون البينك 54 سيء جدا، وأنا بيد تحكم بالبلوتوث يا جماعة الخير، فيها ديلي، يعني هذه فقط أسباب لكي أمهد خسارتي. يلا شوفوا مع بعض تشكيلة الخصم. كوبل بام 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 بام. بيبي عندي يا جماعة الخير نسيته. أوكي هذا الخصم من مستواي. لا 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 سجلها. يلا روح هالاند يا الحمار. تسلل تسلل. اضرب ورايا مرفوعه هنا تسلل. شوف المسانده يا حمار يا حمار يا حمار. والله الدفاع حمار. اوه يتخلص من الرقابه. والله الدفاع حمار. الدفاع حمار. خسرت 3-0. مستحيل مستحيل انا اخسر. يا هالاند يا هالاند اخرج عليا. هالاند اخرج 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 عليا حيوان. موش جوال موش لعب هذا. هالاند حيوان. ادخل هاري كين ادخل. يتقدم بالكره للهجوم. هاري كين جول جول. هاري كين كره عرضيه من هاري كين. حكم خلي خلي الهزمين البرة. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. يا حيوان يا حيوان يا حيوان. شكون هذا كنا يا حيوان يا حيوان. هاري كين فرصة تقليص الفارق الآن. ضربة جزاء. عندي سر في تنفيذ ركلات الترجيح يا جماعة. ركلة جزاء ايزي. روح رحت. ممكن هذه. اضرب يا حيوان يا عبدرس يا حيوان. استعادة للكرة في مناطق متقدمة. يا الله اضرب. اخلق اسكت 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 اسكت. سيرجي جنابري يا رب. كيف يسجلها؟ يستطيع ايقافه الان. يسجل كيف يسجلها؟ كين جول. وورد بروز وورد بروز. يا سلام. تمريره للخلف من عرضيه. اضرب. يتألق الحارس ويتصيه مفتوحه. الكل لا 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 تلعب عليه. تستمر هذه المباراه بهذه كنابري. علاش 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 الفريق للتقدم في النتيجة. تسديد. هلك تعيط لي يا راني لهي. قرار الضرب. ممتاز التصدي. لم تنتفرز. والبينية بدقة مثالية. كانت رائعة. تسلل يا تسلل يا تسلل. الحماس ايضا لهذه الهجمة والتحرك السريع. بدأ يضيع الوقت. بدأ يضيع الوقت هذا الحيوان. الاخير المباراة تأتي فرصة للتمرير القصير في وسط. اوهو. اسكت. بلع فمك بلع فمك بلع فمك حيوان. لم تنتهي. ضيع الوقت. بيلعبها في مكان. لا مستحيل مستحيل مستحيل. مستحيل مستحيل يسجل بهذه الطريقه مجددا. الله العب. كره بتروح في 18. مهبول هذا. نهايه المباراه 5-5. تسجيل التعادل في الدقيقه. عندنا 16 بيكس نفتحهم الان يا جماعه الخير. يلا بسم الله. يلا دعوني لا اطيل عليكم. يلا اسباني اكيد انه غير مهم. يلا بسم الله. الباكج اللي بعده سيء. نعم يلا يلا يلا, يلا. يلا بسم الله. يلا يلا الكثير من الباكيجات سنفتحه في هذا الفيديو. يلا ك
كرواتي سي دي ام ريال مدريد لا بروزوفيتش. يلا يا سلام الماضي استا لا يا لكن جيدة 95 واو الإيقاع 95 والتسديد 93 سأعتمد عليها. أوكي يا جماعة خلونا نفتح آخر باكج وباقي الباكج سنفتحهم في الفيديو القادم. يلا بسم الله آخر باكج دانيماركي يا الله وديغارد. يتبقى لنا 10 باكجات سنفتحهم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.